بحضراتكم من جديد في هذه التحديات، جائزة زايد الكبرى لتعلن في هذه اللحظات انطلاقة الشوط السابع للقعدان الحقايق. بدأ هذا التحدي، بدأ هذا الصراع مباشرة مع المركز الأول ليتابع الشامخ عماد بن سالم بن سلطان الهاشمي يقدم لنا شعاره. المركز الثاني أتابع سكر سعيد بن عبيد بالضبع الاكتبي مقدما لشعاره. المركز الثالث أتابع القادم والحاضر مشغل سالم بن دوي بن علي الخيلي هو القادم، بينما المركز الرابع أتابع انطلاقة شاهين حمد بن محمد بن علي بن عويمر الدرعي. المركز الخامس أتابع في هذه اللحظات التقدم والحضور، أتابع القيادي راكان بن محمد بن سعيد العمري هو الحاضر، بينما القادم مع المركز السادس أتابع الخوي هو القادم سعيد بن أحمد بالعكوي السلمي هو القادم. في هذه اللحظات المركز السابع أتابع مرفوق عبد الله بن خلفان بن محمد المنصوري هو الحاضر. في هذه اللحظات المركز الثامن الحضور والوصول أتابع القادم والحاضر، أتابع سياف محمد بن شليويح بن محمد الجنيبي يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثامن شعار بن عويضان هو القادم مع سكر محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز التاسع الحضور والقدوم، أتابع حضور العابر سعيد بن عامر بن سالم المغيري. المركز العاشر أحضرت أسماء وحضر في هذه اللحظات وتقدم جلمود أحمد بن إبراهيم بن علي البلوشي هو القادم. نعود بعد النداء الأول إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول حيث التحدي في هذه اللحظات. الله الله على انطلاقة وتحدي الشامخ عماد بن سالم بن سلطان الهاشمي يقدم لنا شعاره. مع المركز الأول يحتل الصدارة يقدم الشامخ، بينما القادم مع المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات الحضور من سكر سعيد بن عبيد بالضبع الاكتبي هو القادم، وأيضا القدوم والحضور أتابع في هذه اللحظات الصيرمي عبد الله بن راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي هو الحاضر، وحضر أيضا مرحبا بمردف أحمود بن علي بن سعيد الويبي هو القادم، ووصل بن عويضان يقدم لنا سكر محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وأيضا القدوم من الأسماء والشعارات. لكن الفوز وين عباب قادم في هذه اللحظات. محمد بن راشد بن حارب السعدي هو الحاضر، ولكن العودة إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط إلى التحدي الأول. سكر مع الصدارة سعيد بن عبيد بالضبع الاكتبي، ولكن عباب محمد بن راشد بن حارب السعدي بدأ يقترب في هذه اللحظات مع عباب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.
عبوب عبوب عرض الأمتار الأخير، عرض الكبار، عرض العمالقة، عرض العمالقة. للباطنة 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 عبوب، أي تحدي، أي صراع، ماذا تفعل عبوب؟ عبوب محمد بن راشد السعدي. سلام وتحية واحترام المركز الثاني سكر سعيد بن عبيد بن ضبيعة الاكتبي، المركز الثالث المركز الثالث كان متابعنا كرام الصيرمي عبد الله بن راشد بن سرداح الاكتبي، والمركز الرابع وصل مع المركز الرابع متابعينا الكرام الشامخ حمد بن خميس بن بدر العليلي، والمركز الخامس كان متابعينا الكرام الباز ناصر بن حمد بن ركان الوهيبي. اذا تهانينا والناموس لمالك عباب محمد بن راشد بن حارب السعدي على هذا الفوز وعروض الامتار الاخيره. بسم الله ما شاء الله على عباب واداء الكبير. التوقيت الزمني ولحظه الوصول، سلام يا هالي بركة، سلام على هذا الفوز والانتصار. سلام الباطنة، سلام سلام عباب ومالك عباب، من قدم هذا العرض الكبير والأداء الفاخر. التوقيت الزمني ولحظة وصوله، التوقيت الأفضل يتحطم تحت أقدام عباب. 5 دقائق 48 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان متابعينا الكرام سكر سعيد بن عبيد بن ضبيعة الاكتبي، وتوقيته الزمني 5 دقائق 50 ثانية، جزء وحيد من الثانية. والمركز الثالث كان مع المركز الثالث متابعينا الكرام الصيرمي عبد الله بن راشد بن سرداح الاكتبي، توقيته الزمني ولحظة وصوله 5 دقائق 54 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام التواصل يستمر في انطلاقات هذا الصباح المميز، هذا الصباح الجميل. تهانينا لمالك عباب راشد بن حارب السعدي على هذا الفوز وتحقيق التوقيت الأفضل والأجمل حتى هذه اللحظات، مذكرين بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة بالركض التراثي سوف تكون